للتفاصيل اكتر مع الاستاذ محمد مراد المنسق الاعلامي لمنتخب مصر المتواجد في الامارات، نطمن منه عن منتخبنا القومي. استاذ محمد ازي حضرتك؟ طمنا عن منتخبنا الوطني. مرحبا بيك كابتن اسلام، حضرتك طيب وبخير. يعني الحمد لله النهارده كان التدريب الختامي والاخير لمنتخب مصر قبل الاستعداد لمواجهه منتخب الجزائر بكره ان شاء الله الساعه 7 بتوقيت مصر 8 بتوقيت الامارات. الحمد لله اللعيبه كلها سليمه وجاهزه للمباراه، اللعيبه كلها يعني في التدريب النهارده عندها حافز انها تبقى موجوده وشارك ماتش كبير زي ماتش الجزائر. وزي ما حضرتك قلت كابتن اسلام، يعني جمال بن ماضي بيتكلم على منتخب مصر واهميه المباراه وانها ماتش قوي وانه سعيد في المواجهه. نفس الامر برضه في مستر روي فيتوريا، يعني طبعا عارف قوه المنتخب الجزائري وعارف اهميه المباراه وان هو هيبقى ماتش صعب على الفريقين، وقال لك ان هو يعني بيلعب كل المباريات مع منتخب مصر لتحقيق الفوز وان هو عايز يعني ان شخصيه المنتخب في اي مباراه بيلعبها ان هو بيلعب كره هجوميه وبيقدم كره هجوميه وبيلعب للفوز او لتحقيق اي نتيجه ايجابيه، ما بيحبش الكره الدفاعيه. يعني الحمد لله ال 25 لاعب الموجودين في المعسكر كلهم الحمد لله جاهزين. زي ما قلت لك يعني اللعيبه ما شاء الله، محمد برضه النهارده في المؤتمر اتكلم طبعا على اهميه المباراه وعلى قوه المباراه، وكل منتخب عارف قوة المنافس. إن شاء الله يعني نتمناها تبقى مبادرة، تبقى لقاء أشقاء زي ما تقولوا، والماتش يخرج بصورة كويسة وبدون أي مشاكل أو أزمات. إن شاء الله يبقى ماتش يعني يليق باسم المنتخبين. وهنا يعني الحمد لله الجالية المصرية أو الجالية العربية تحديدا أنا كابتن إسلام، يعني على تصريحات أو بناء على تصريحات الجانب الإماراتي ان هيبقى موجود جنسيات من مختلف دول العالم في الماتش بكره، وده كان واضح عندهم من حجز التذاكر ان مش جانب بس المصري اللي هيحضر او الجانب الجزائري، لا في كذا جاليه موجوده في الامارات هتحضر الماتش، وده بياكد على اهميه وقوه المباراه وعلى ان المنتخبين طبعا بيزوم نجوم كبار جدا على راسهم طبعا النجم المصري محمد صلاح واللعيبه الكبيره مصطفى محمد تريزيجيه. طيب استاذ محمد، هل هناك اي تاثير سلبي على لاعبي منتخب على لاعيبه المنتخب كلهم الحقيقه في اي احداث بتحصل حوالينا؟ لا خالص والله، المعسكر الحمد لله يعني معسكر مثالي يا كابتن اسلام، والدنيا ماشيه بشكل كويس، ومدينه العين مدينه هاديه، ويعني والجانب الاماراتي ومركز ابو ظبي الرياضي موفر كل الامكانيات المتاحه للعيبه، واللعيبه يعني الحمد لله عندها خبره وخبره كبيره في التعامل مثل هذه المواقف، واللعيبه جاهزه ومستعده للماتش، والحمد لله ظهروا بمستوى كويس في ماتش زي ده. كنا طبعا يعني لو الحظ كان ساعدهم كان الماتش ممكن يخلص بالنتيجه. انا لسه كنت هقول لك، هو تقييم فيتوريا لهذه المباراه مباراه زامبيا، واعتقد طبعا انا عارف مليون في الميه هو اتفرج على ماتشات الجزائر كتير جدا، لكن تقييمه لمباراه زامبيا، وهل من الممكن ان نرى تغيرات بكره في التشكيل؟ هل ايه اللي هيحصل يعني؟ يعني هو اتكلم على ماتش زامبيا في المؤتمرين كابتن اسلام، او يعني قال طبعا ماتش صعب وماتش مش سهل، الكره في افريقيا يعني بدات تتطور، ومعظم افريقيا طبعا زي ما انت حضرتك عارف محترفين في انديه اوروبيه بره، فطبعا ده بيديهم قوه وحافز. وهو النهارده يعني وعلق تاني النهارده على الماتشات اللي لعبها، ماتش زامبيا وماتش الجزائر، قال لك انا يعني عارف ان انا هلاعب ماتش منتخب زامبيا، منتخب هيتكتل دفاعيا قدامنا في الماتش، وده اللي حصل. وقال لك ماتش الجزائر ان شاء الله يبقى فيه كره هجوميه من الفريقين، فهيبقى فيه تنوع شويه في اسلوب اللعب. فهو يعني قال لك انا بواجه كل مدارس منتخب زامبيا منتخب قوي زي ما قال، ولكن كان بيعتمد على الدفاع اكثر من الكره الهجوميه. وطبعا هو قال لك الهدف من المعسكرات اللي انا بقى يعني ده اخر مرتين والدين قبل تصفيات كاس العالم وقبل ام افريقيا، فالهدف ان هو بيشوف الحاجات السلبيه ايه وبيحاول يحلها، والايجابيات بيحاول زي ما قلنا في الاول بيزودها، وده الهدف كان من ماتش زامبيا. ان شاء الله ماتش الجزائر يبقى ان شاء الله افضل وافضل، والمنتخب يحقق نتيجه ايجابيه ويفوز ان شاء الله باذن الله. محمد صلاح طمنا عليه. لا كويس، كل اللاعبين يعني محمد وكل اللاعبين يعني كل اللعيبه الحمد لله يعني جاهزه، وكل اللعيبه لعيبه كبار وعندهم خبره كبيره وعارفين اهميه تيشيرت منتخب مصر. يعني محمد يعني ومحمد صلاح الحجم الحب
واللي موجود في اللجان انت موجود في وسط اللعيبه يا استاذ محمد، ويعني موجود من اول المعسكر، موجود من اول يعني ما تم تعيينك في هذا الامر، وبالتالي انت قريب من اللاعبين. هل شايف ان هناك، يعني انا برضو ما بحبش اخش في كلام اخر، ولكن لازم الناس تعرف، لانه اللي انا عارفه ان اللعيبه مركزه فقط في كره القدم بعيدا عن اي شيء اخر. وده اللي بيحصل يا كابتن. واللعيبه لعيبه يعني لعيبه كبيره وعارفه اهميه تيشيرت منتخب مصر، ودي مش لعيبه صغيره طبعا، يعني بتفصل طبعا وجودها في المعسكر عن وجودها في الانديه عن وجودها في فترات الراحه. صلاح طبعا قيمه وقامه كبيره طبعا، ويحظى بحب واحترام وتقدير الجميع، والدليل الاقبال الرهيب عليه هنا في الامارات وفي اي مكان. بالروح الحقيقه صلاح يعني كابتن منتخب مصر، ويعني يعني حب يعني العلاقه اللي جوه مع في معسكر المنتخب كابتن مع اللعيبه كلها، يعني كلهم طبعا بيحترموا صلاح وبيحبوا صلاح، وهو يعني من النوعيه اللي بيعرف يكسب اللعيبه وعلاقته حلوه باللعيبه حد يعني. واعتقد كمان يا استاذ محمد ان هو يعني دايما محمد لما تيجي تساله في اي حاجه يقول لك المنتاليتي يعني او الفكر، طبعا فاعتقد يعني ان هو صلاح لا يتاثر. صلاح يعني صلاح ما وصلش من العالميه ووصل ان هو يبقى ثالث افضل لاعب في العالم من فراغ كابتن الاسلام، وده كنت لعيب كبير. فالحقيقه اللعيبه كلها مركزه، حتى مصطفى محمد النهارده يعني مؤتمر مصطفى صحفي الحقيقه اتكلم كلام كويس جدا، اتكلم حتى على وجوده في نادي نانت وتالقه في نادي نانت، هو الفتره الجايه بيفكر يبقى موجود في نادي اعلى. فرد منطقي، قال طبعا انا طموحي كبير لكن انا مركز مع منتخب مصر واحترام لكل الانديه وبحترم نادي نانت، لكن انا مركز مع منتخب مصر وعايز اوصل مع منتخب مصر النقطة لأعلى حاجة ممكنة. طبعا اللعيبة كلها عندها هدف واحد يا كابتن سام، هو إن شاء الله تتويج بطولة أمم أفريقيا والبطولة لكأس العالم وتحقيق مركز يعني كويس في كأس العالم، إن شاء الله ده يتحقق يا رب. أخيرا يا أستاذ محمد عشان ما أطولش عليك، روي فيتوريا كان أبدى عدم رضاء عن المعسكر السابق، هل هذا المعسكر، طبعا ده في كلام يعني تصريحات علنية قال في هذا الأمر، هل هذا المعسكر بالنسبة له هو معسكر مرضي؟ لا هو يعني مش أبدى استياءه من المعسكر، هو أبدى استياءه من الـ من الـ ما حدث في المعسكر بالاتحاد الأفريقي، بالاتحاد الأفريقي اللي هو المواعيد الخاصة بالاتحاد الأفريقي، واللي هو يعني تأخره في تحديد الماتشات، وإن هو فوجئ بتحديد ماتش السوبر الأفريقي قبل المعسكر بأسبوعين. صحيح. فده اللي كان يعني سبب حالة من الضيق لمستر روي فيتوريا، ان هو الحاجات دي قال لك يعني قال لك بره في اوروبا الحاجات دي بتبقى متحدده من قبلها بشهر. لا ده لسه، ده لسه الايام اللي جايه. لا يعني هو بص يا كابتن اسلام، يعني مش عايز اطول عليك عشان هو ايه موضوع يعني الدوريات، وان انت لا ده تحدد محتاج مواعيد الدوري حلقه. كل ده يعني 80% منه من بسبب الاخطاء اللي بيعملها الاتحاد الافريقي وتاخره في اعلان مواعيد الدوري والسوبر الافريقي والدوري الافريقي. برضك حته مهمه كابتن اسلام، ان هو اللي بره في يعني مثلا في بطولات اوروبا للمنتخبات بيبقى محدد مثلا يوم 15 و16 لقاء الذهاب، يوم 18 و19 لقاء العوده. هنا في افريقيا لا سايبينها عايمه، فده اللي برضك من الحاجات اللي كانت عامله مشكله. لكن الحمد لله المعسكرات كلها ماشيه بشكل كويس. المعسكر ده عشان احنا انت اللي مسؤول عن تنظيمه من الاول للاخر، فالحمد لله ماشي بشكل كويس. يعني مصيرك بايدك انت، مش مصيرك مش بايد الاتحاد الافريقي اللي بيمر الحقيقه باسوء فتراته. فان شاء الله القادم ناحية تنظيمية يعني انا معاك في هذا الامر 100%. ناحية تنظيمية طبعا. اخيرا يا استاذ محمد معلش كل شويه اقول لك اخيرا، لكن اخيرا لعيبه الاهلي بعد المباراه هيرجعوا من الامارات على القاهره مش كده؟ ولا حد هيروح من ما عنديش معلومه كده، بس اعتقد ان هم هيرجعوا معانا كابتن، يعني اعتقد ان هم هيرجعوا معانا القاهره. واحنا 16 يعني الماتش بكره، هنرجع يوم 17 صح؟ ان شاء الله هنوصل للقاهره الساعه 4 العصر باذن الله. هنرجع يوم يوم 17 هنرجع على القاهره ان شاء الله، هنوصل الساعه 4 ل 5 مساء يوم 17 ان شاء الله. لا خلاص يبقى كده هيجوا مع البعثة، لان احنا السفر ان شاء الله يوم 18. يعني نتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني بكره ان شاء الله. استاذ محمد انا بشكرك جدا على هذه المداخله، شكرا جزيلا. الاستاذ محمد مراد المنسق الاعلامي لمنتخبنا الوطني.